مش شايف الموضوع مختلف، يعني انا شايف عادي دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى، وانا مش شايف فيها اي حاجه خالص، والعكس هي ميزه جدا. بس ممكن كان في الاول ما حدش واخد باله من ده، وممكن يعني هو هتلاقي فيه اختلافات اراء بس، فاهم قصدي؟ طب انت بتتعرض لمضايقات مثلا من الناس في أنا الشارع زمان او كده؟ بصراحه زمان كان الموضوع رخم جدا، بتعرض يعني كذا مرة اتعرضت لحاجة ضايقتني في المدرسة، في الشارع، ناس تسألني طب ايه ده، طب من ايه، طب بترد ازاي بقى؟ بص، هو انا قعدت ارد كتير، يعني يعني في كل حاجة، مثلا في اطفال مثلا يجي يسألني طب هو ايه ده، اقول له ده ايس كريم، عارف اللي هو بريح. أنا لا انا بتكلم عليك انت، على نفسيتك انت جواك، هل بترد وانت يعني في ثقة في نفسك وانت بترد، انا برد ولا بترد داخلين. وانت من جواك بتقول بقى يا كل شوية بقى وجع الدماغ ده، وانا بقى انا ربنا خلقني يعني في بصراحة في الاول كان الموضوع رخم قوي، كنت افضل اقول يا ومش عارف ايه والكلام ده، بس يعني هو كان لازم يبقى ليها حل، يعني انا ما فكرت في الموضوع طب هو ايه حلها، حلها ان انا ارضي نفسي من جوه، جدع. واللي هو هعمل ايه، يعني هسمع مثلا اغاني اللي بحبها، هقعد مع الكلب بتاعي، هتمرن الرياضه اللي انا بحبها، هنزل اجري، هشوف الصحاب النظيفه الجميله اللي اقعد معاهم. كويسه بالظبط بالظبط، اهم حاجه النفسيه من جوه، وبعد كده الخارجي هتلاقي الناس هي اللي بتيجي، يعني وده سبب ان انا من بره هلا هلا ومن جوه يا هلا بره. بالظبط ده اللي انا اقصده. عندك حق والله يا فاروق، حاجه ثانيه يعني. يا والله يا محمود انا عايز اقول لك انه يعني مش انت بس بتتعرض للتنمر، يعني يمكن الناس كلها يعني جميع اشكالها واعمارها بيتعرضوا للتنمر بسبب ان السوشيال ميديا كمان بقت منتشره بشكل كبير قوي، الناس بقت تتنمر وبتضايق على سبب ومن غير سبب. أيوة فهي مش دي النقطة يعني، ولكن احنا يمكن انا بحس انه برضو في ناس بدأت تتقبل فكرة انه الاختلاف، انه في ناس مختلفة، في الناس بقت منفتحة اكتر على بعضها.